خليني اخد معانا على التليفون سياده اللواء طارق نصير، امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا معالي النائب، ازاي حضرتك ونقطه البرنامج. يا رب يخليك يا سياده اللواء. طارق بيه، يعني كنا بنتكلم على انه احنا خلاص، احنا النهارده 6 7 يوم 10 الانتخابات بتاعتنا، 10 11 12 الانتخابات في الداخل المصري باذن الله، وعلى الاستعدادات الحزبيه لو صح التعبير، استعدادات الشارع الحزبي المصري لهذه الانتخابات، وحزب حماة الوطن واحد من اكبر الاحزاب في المشهد المصري. تمام، استعداداتكم ماشية ازاي؟ يعني لأجل انه نشوف قدامنا مشهد انتخابي ممتلئ، يعني طيب. انا مش هتكلم طبعا عن النتيجة، في صمت انتخابي ودوري ان انا ما اتكلمش عن النتائج، بس هتكلم على مسألة الاقبال على الانتخابات. لا، خلينا نتكلم على الاستعداد كده ماشي ازاي. حلو. احنا حزب حماة الوطن منذ عدة اشهر مجهزين كافة مقار الحزب اللي تتعدى اكثر من 2000 مقر، مسخره كتبقى مقرات للانتخابات علشان تكون مجهزه ومهيئه لمساعده الناخب اللي المفروض احنا ان شاء الله كنا متوافقين عليه عشان يكون مرشح حزب حماة الوطن. واحنا طبعا كحزب حماة الوطن توافقنا على السيد المرشح عبد الفتاح السيسي ليكون حزب حماة الوطن داعما ليه في العمليه الانتخابيه ان شاء الله. فانا عايز اقول لحضرتك دي اول حاجه، احنا مسخرين المقرات كلها دي العمليه الانتخابيه. الحاجه الثانيه ان احنا خلال الفتره السابقه منذ اعلان رشحنا للانتخابات واحنا بنعمل مؤتمرات وندوات واكثر من مؤتمر اساسه التثقيف التوعيه للناخب ان هو يحرص على ممارسه حقه الانتخابي اللي شرعه ليه الدستور، وغير حقه الوطن ليه حق عنده بغض النظر هو هيرشح مين، لكن لازم ينزل ويبني. ده كان الاساس عندنا في تدريب التثقيف الباطن المصري على مستوى 27 محافظه. لما تولينا المسؤوليه واخترنا مرشحنا بقى شغلنا الشاغل التالي ان احنا ندعم مرشحنا للرئاسه. ندعم مرشحنا للرئاسه ليه؟ لان هذا الرجل بذل مجهود كبير جدا جدا مصر ما شافتلوش من عشرات السنوات. هو في خلال الفتره اللي تولى فيها رئاسه الجمهوريه انجازات كبيره جدا مش هنقعد نحصر فيها، لكن خليني اركز على جزئيه حضرتك يعني عملت فيها افتتاحيه كبيره جدا وانت بتتكلم وتلمست بتفصيل الامن القومي المصري. انا اقول لحضرتك ان انت يعني ايه المفروض تغير اللجنه بتاعتك في المجلس وتخش لجنه الدفاع والامن القومي لان عندك امكانيات ممتازه. خلاص يبقى ساعتها بقى اجي مع حضرتك في الشيوخ بقى ولا ايه بقى؟ بس يعني انا مين علشان اتكلم؟ حضرتك في النهايه برضو الاكثر تخصصا وصاحب الخبره الاطول بكتير، وده مهم بالنسبه لي ان انا اسمع كمان. انا عايز اتكلم في الجزئيه اللي مهمه جدا للمواطن المصري يعلمها ودي بقولها في كل المؤتمرات. الانجازات كلها اللي سياده الرئيس عملها هنحطها في جانب كده، والجانب الاكثر اهميه وهو الحفاظ على الامن القومي المصري وتماسكه. هذا الرجل مرشحنا فعلا من قبل ان يتولى رئاسه هذه الدوله ومن قبل ان يكون وزيرا للدفاع، واذا توليه احد الاجهزه الامنيه في الدوله المصريه كان حريص جدا 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 على اعلاء مقومات الامن القومي المصري، لانه تحمل مسؤوليه كبيره جدا في وقت كانت الاجهزه الامنيه كلها ليست على مستوى الجهاز الذي يتولاه، عشان مسؤوليه كبيره جدا جدا يحافظ على قوام الامن القومي المصري سواء في الداخل او في الخارج. واستمر في هذا ابان توليه وزيرا للدفاع في تطوير القوات المسلحه بصوره غير مسبوقه لم تحدث من قبل، كل ده حفاظا على تماسك وثبات دعائم الامن القومي المصري. وبالتالي لما تولى رئاسه هذه الدوله منذ توليه مسؤوليه طور بطريقه مبهره للقوات المسلحه حفاظا على الامن القومي المصري. الكلام ده يمكن ناس كتير كانت بتقول يا يوسف بيه طب ليه الاسترال وليه الرافال وليه واحنا هنحارب؟ ليه المليارات اللي بتصرف تنفق في القوات المسلحه؟ اعتقد بعد يوم 17
جميع المواطنين في الدوله استشعروا، حتى المواطن البسيط اللي فكره حتى بسيط جدا استشعر ان اللي كان بيتعمل ده حرص من هذا الرجل الذي يعلم ما هي مقومات الامن القومي المصري كخبره وكممارسه وكتطوير في الامن القومي المصري، وعنده الحنكه. الحنكه دي حاجه من عند ربنا، دي حاجه هو عنده الحنكه والتوقع بما تحتاجه مصر في المستقبل. معاها تراكم الخبره وفي نفس الوقت كمان مع توالي مسؤوليه رئاسه البلاد يا طارق بيه، الواحد بالتاكيد يعني اي حد هيتولى في يوم من الايام مسؤوليه بلد ما مش بس عندنا في مصر بيجمع كم مذهل من المعلومات بيبقى موجود قدامه لا يطلع عليها الا هو والاجهزه المعنيه، ومش كل الاجهزه يعني بيبقى عدد قليل جدا من داخل كل جهاز اللي بيبقى فيه عندهم اطلاع كامل بهذه الحقائق بهذه الامور وما الى ذلك، فبيبقى حمل كبير عند التفكير في اتخاذ القرار قبل اتخاذه. خليني الاول اشكرك سياده اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل لجنه الدفاع والامن القومي مجلس الشيوخ، وطبعا يعني شهاده اعتز بيها يعني انه اسنيت على مقدمتي يا فندم، الف شكر.